احتفلت كل من رند وجود امبارحة بعيد ميلادهما بدبي بحضور عدد كبير من أصدقائهما، واللي من بينهم كانوا عدد كبير من اليوتيوبرز، حيث حضر كل من أحمد النشيط، كيندي مان، كارولين، برهوم معراوي، وأنس وبيسان وغيرهم أكثر، والأجواء كانت جدا حماسية. ومن خلال هالحفل اكتشفنا عودة بيسان اسماعيل من جديد لدبي، حيث كانت مع أنس الشايب طوال الحفلة ليتأكد الجمهور أنه ما في خلاف بينهم، من بعد ما طلعت عدة إشاعات زعم فيها البعض أنهم على خلاف، وكانت نتيجته مغادرة بيسان لدبي. وأكدت بيسان اسماعيل أنه سبب اختفائها طول هالفترة كان تحضيرها لمفاجآت جديدة وانشغالها بشغلات تخص حياتها الخاصة، وأيضا من الأرجح أنه عم بتحضر لأغنية جديدة رح تطلقها قريبا. ومن خلال هالحفل كمان شفنا الصلح اللي كان بين أنس الشايب وبرهوم معراوي بعد الخلاف اللي كان بينهم مؤخرا، فانتشرت هالصور والفيديوهات لهما ظهروا فيها مع بعض من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي. فشفنا مثل هيك صلح مؤخرا كان بين كل من نورمار وأحمد أبو الرب من بعد نزاعات وخلافات كبيرة بينهم على السوشيال ميديا ولفترة كتير طويلة، حيث تفاجأ الجمهور من هالصلح الغير متوقع واللي أعلنوا عنه عن طريق فيديوهات تيك توك وستوريهات انستغرام قبل فترة وفيديو يوتيوب. تواجد ناجي القاق قبل أيام بالمستشفى بدبي لأسباب صحية، حيث زاروا عدد كبير من أصدقائه اليوتيوبرز بالمشفى، ووثق ذلك عن طريق ستوريهات انستغرام، حيث كان من بينهم أبو فلة ولورنس، أما أحمد أبو الرب وزغلول فزاروه بالسر وما صوروا زيارتهم وكشفوا ذلك من بعد أسئلة الجمهور وإلحاحهم الكبير عن سبب عدم زيارتهم لناجي. بهالصور على انستغرام اعلنت نور ستارز عن شرائها وامتلاكها لعقار جديد، وهي عم تظهر مفاتيح البيت بالصور، وعلقت مشجعة جمهورها على عدم الاستسلام لتحقيق كل احلامهم، فالف مبروك لنور البيت الجديد. اعلنت نارين بيوتي قبل يومين عن سر المفاجأة اللي اخفتها عن الجمهور لفترة طويلة، واللي كانت اطلاقها لكوليكشن ملابس خاص بها مع ماركة ملابس بلبنان، حيث اختارت نارين اكثر من 10 لوكات مختلفة قريبين منها ومن ستايلها وشخصيتها، فهيك تكون نارين حققت حلم جديد من احلامها وطموحاتها، وكانت فخورة وسعيدة جدا بهالانجاز. ورح نحكي تفاصيل اكثر عن مفاجأة نارين بفيديو لاحق، الرابط بصندوق الوصف او باول تعليق. ومن بين هالتفاصيل رح نحكي عن اسعار ملابس نارين بيوتي. فاجأت سيدرا بيوتي الجميع بهالصورة على انستغرام اللي اظهرت فيها خاتم خطوبة بايدها، وعلقت بي رح تعرفوا كل شي بعدين، كتير متحمسة وكتير كنت عم استنى هالمفاجأة. فما حقيقة الاشاعات اللي طلعت عن سيدرا بيوتي وحقيقة خطوبتها؟ وشو سر المفاجأة الجديدة؟ فبمصادرنا الخاصة تلقينا خبر حصري عن الموضوع رح نكشف عنه بفيديو رح ينزل لاحقا بالقناة، رابطه تحت بصندوق الوصف أو بأول تعليق. معروف عن أب نارين بيوتي عدم ظهوره بالسوشيال ميديا وإخفاء شكله عن الجمهور، إلا أن نارين بيوتي أثارت الجدل بإظهارها لصورة ظهرت فيها ملامح أبوها بآخر فيديو على قناتها على يوتيوب، واللي كان جولة ببيتها الجديد بدبي، حيث كانت الصورة من حفلة عيد ميلاد أبوها. فشو رأيكم؟ خبروني رأيكم تحت بخانة التعليقات.